السلام عليكم. اليوم بدي أعلمكم كيف تعملوا خلطة السبع بهارات بأنفسكم. في كتير وصفات بيلزمها السبع بهارات، أحيانا ما بيكون عنا منها، بس ممكن يكون عنا مكونات خلطتها بدون ما نعرف. بهالشريط رح فرجيكم قديش سهل إنكم تعملوا خلطة السبع بهارات بأنفسكم. بيلزمكم ملعقة شاي من القرفة، ملعقة شاي من الكمون، ملعقة شاي كزبرة يابسة، ملعقة شاي فلفل أسود، ملعقة شاي هيل مطحون، نصف ملعقة شاي كبش قرنفل، ونصف ملعقة شاي جوزة الطيب. تخلطهم جيدا وهيك بيكون صار عندكم سبع بهارات بكلفة أرخص بكتير من الخلطة اللي بتشتروها من السوق. بغطيها وبحط عليها ملصق كتبت عليه سبع بهارات. بتمنى هالشريط يكون عجبكم، بتمنى توزعوه لمعارفكم. إذا حابين تشوفوا المزيد اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.